ايش بقولك؟ هلا ايش في ايش في شباب؟ هلا اها عيالي في المجره جو. الله، هذا ابو غرسه نلحق المجره مجدي شباب. هذا اللي ما قاعد يولدنا هذا شمراني. جابك قصدي يعني وجلسك هنا من الاساس. اي معاي انت من المجره. يا حبيبي كلمناه قبلكم. كيف كلمته قبلي؟ ايه مين قال؟ شوف اسمع، ترى احنا اخوان وحبايب. اسمع بس ماني مستعد. والله مجره شباب، والله شباب مجره. ايش بك؟ في المجره انا مكلمه قبل، مشارك في الساريه قبل المجره. كيف؟ لحظه صلي على النبي. تفضل يا حبيبي. ابوي معايا ذا. ايش بك؟ لا خلاص قم هي قم. يا حبيبي محمد يا شمراني معليش، الاول الساريه ولا المجره؟ انا اقول لك الاول مين؟ مين؟ اولا تعال انت اذا تكلموا هنا المستشارين المشاركين. معليش معليش لا لا عنده لسان يتكلم. معليش 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 بيتكم هناك. جهاد كفه وفه. لحظه خلاص خلك محلك رجع بس. لو سمحت دون فارس قوم اجلس في الكرسي هناك. لا ما يقوم حبيبي ما يقوم. فارس قوم اجلس هناك. لا عذرا والله عذرا. لا فارس ما يقوم. لحظه جهاد لا ما يصير. لا يقوم يجلس هناك. ليش يقوم يجلس هناك؟ ليش يقوم يجلس؟ ابو غرسه يجلس هنا. يبا ايش المسخره ذي؟ دقيقه، يبا انت مع الساريه ولا معاهم ولا مع مين انت جاي؟ إيه علمني يرحم والديك. ايه يا ابو اي ترى بس ما ادري انا اذا كنت انت مع الساري ولا مع ترى ايه من حاره جاره. انا محترمك. صح رجاء. بين اخوه وبين عشم ملح. صح والله انا ما اقدر اتكلم. المستشارين قاعدين يتكلموا. المستشارين بس انت حين انت معاهم. انا شاركت في الساري وشاركت في المجلس بس المستشارين. والله الو فارس. السلام عليكم، كيف حالك ياسر؟ خرد يا اخي. فارس معنا في المجره. انا شاركت في المجره يا جماعه. خلاص معنا. ده يقول دق عليه قبل. اي خلاص. وانت عارف انه معنا في المجره من الاساس. لا 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 حبيبي يا اخي الساريه قديم اصلا بطلوه. انت الو ما تسمعني انت؟ يا مجره الو ترى ولا شيء. طيب خلك بالكلام في الجوال ما ينفع في الامور ذي. تعال خلنا نتفاهم. قام يغلط. لا انا الان ما يغلط. انتظرك. شباب مو بعادل تخلطي كذا. لا بس يعني من جد فارس جايين من وين؟ جايين هنا جالسين جايين من ورا. مين حيفصل الموضوع؟ اسمع دقيقه، انت ماخذها بالقوه. نهدى مو بالقوه. لا ماخذها بالعقل، ماخذها بالحكمه، ماخذها بالتواصل، ماخذها بالمنطق. الرجال معي في المجره. تمام، لكن الساريه قبل المجره. يبا اذا عندكم كلام مين هذا انت؟ لا مين كلمك اول يا فارس؟ مين كلمك؟ مين؟ حتى ناسي مين؟ ناسي من كلم اول. يا حبيبي انت بيهم ولا تبيه؟ يا اخي لا فارس. صل على النبي صل على النبي يا جماعه. صل على النبي. صل على محمد بس مو بكذا تدخل علينا داخل باب ولا شيء. تاخذ ولدنا وتمشي. مو بعدل يا تو قبل شوي اقول سوقها ابو برزيق. ايش بك؟ بس من ساعه جا 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 شباب. اهلا انا ما اقدر احكم صراحه. الاستاذ ياسر يحكم. انا معنا خليك معنا. هلا استاذ ياسر. يا فارس اقول ايه لسقنا وخلصنا وكل شيء رتبنا الامور احنا كاملين. لا باقي ما رتبنا. لا انا مرتب اموري. هذا مين؟ هذا برزيقه. برزيقه ايه ما ظن برزيقه. معلش لا هذه الثانيه. خبر برزيقه منتفخ سافر عايش في البر. هذا في طبيعي. لا انا اقوم اذا تعاملني زي كذا. انا اقوم. لا بس انت ترى انت يا انك في الساري ولا في. لا ما في تعامل راقي معك. نعم احنا شوف اخوانك يحبون. لا بالعكس هذه المحبه الكبيره اللي بيننا. ايه والله انا يعني اسف على المقاطعه بس كلمني الشمراني ما ادري الظاهر فارس او شيء في مشكله. ما اعرف حبيبي احنا معليش مقدرين وضعك. نكلم الشباب مقدرين وضعك. الشمراني نكلم الشباب وكلم فارس وكلم ابو رزيقه وعبد الله الحربي مكلمهم مرتب اموري ومكمل الفريق حقي الحمد لله. يعني هو في الساريه مشارك في الساريه. هو مشارك في الساريه. انت ليش تبغى في المجره يا ياسر؟ في المجره مشارك في المجره هو بعد. لا بس ياسر في المجره مشارك في المجره ولا في الساريه؟ انا شاركت في المجره وشاركت في الساريه بس. معليش ياسر الاثنين كلهم المجره اخر شيء عهد. برنامج الساريه كان قبل المجره. المجره بعدين. استاذ ياسر المجره افخم يا ياسر. مع احترامي للساريه كلهم عين استاذ ياسر. لكن كاثاره كمسابقات كان الديه الساريه. استاذ ياسر الرجال هذا احنا انا عندي حل. وش رايكم؟ عشان دقيقه عندي بس اختراع بس. اسمع هذا احنا دقين عليه وتوصيه وخلاص. من اللي دق عليه؟ دفعنا له. من اللي دق عليه؟ مين يا اخي؟ تعامل معاه باحترام يا اخي. وش دفعنا له؟ احترم الرجل امامك يا اخي. لا دفعنا له والله. تعامل قاسي معايا. مو
نقاش يا حبيبي انت على عيني. المفروض انت اللي اعطيته. على عيني وراسي انت يا حبيبي. انت اللي اعطيته كاش؟ انت اعطيته كاش؟ جهاد انت اعطيته؟ بعد اذنك بعد اذنك يا تفضل. ما اقدر ذكرني طيب ما في مشكله. يا برزيقه يلا حي برزيقه كيف الحال؟ احتاج الله يسعدك. طيب انا عندي حل. يعني احس انه يعني الخلاف شوي زاد عن حده واحس انه اذا حطيتها كذا قلت مع الساريه يعني بيزعل الشمراني، واذا قلت مع المجرب يعني طبيعي يزعل. هذا المنطق انك تقول مع المجرب؟ هذا لا 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 العقل منطق الساريه قبل المجرب طبعا. اي بس العبره بالخواتيم. طيب انا عندي حل. لا انتم مو جلستوا جلسه مع بعض كذا وهو تكلم عن الساريه وذكريات الساريه؟ طبعا. طيب وش رايكم خلوا الشباب المجره يجلسون ويبقى معهم فارس طيب السلام. ويتكلم عن ذكريات المجره واللي بيفصل في هالموضوع الجمهور. بنسوي تصويت فارس تبغونه مع المجره ولا مع الساريه؟ اللي بياخذ النسبه عليه يروح. يا سلام يا سلام يا سلام.